تتواصل فعالية مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، حيث شهد اليوم الرابع من فعاليات المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور من عشاق الفن الأصيل الذي يحرص على حضور ومتابعة حفلات المهرجان. وسط أجواء طربية وموسيقية رائعة، افتتحت الفنانة سيمون الليلة الرابعة بأغانيها المميزة الجذابة، وأمتعت جمهورها وأشعلت الأجواء بباقة من أغانيها المميزة، حيث أعرب جمهور المهرجان عن سعادته البالغة بالتنظيم المميز للفعاليات. صراحة من أحلى الحفلات، لأنه أنا دي أول مرة في حياتي للقلعة، وسعيدة جدا بالاستقبال ومش بمجاملة، يعني مش بيجاملوني، تحس انهم بيحبوني قوي، فكنت فرحانة بصراحة قوي قوي قوي. بصوا بصراحة عشان اقول لكم الحقيقة، انا عندي اغاني كتيرة جدا ومتنوعة، وغنيت قصايد وغنيت كل حاجة وغنيت يعني كده، فمعرفت ان انا عندي حفلة حلوة كده في القلعة، فقصدت ان انا اتنوع ما بين اغاني هادية، ما بين اغاني وطنية، ما بين اغاني خفيفة لذيذة انتوا حافظينها، ما بين اغاني جديدة، حبيت ان هم يشوفوني كده متنوعة. اكيد سيمون وهشام عباس، انا مواليد 98، بس واحنا صغيرين كده كنا بنسمع اغانيهم دايما، فلا النهارده يوم مميز قوي، وانا بحب سيمون جدا والحفله تحفه لحد دلوقتي. والله انا مبسوط جدا، وانا اصلا من حبين الاستاذ هشام عباس جدا، وبحب استاذه سيمون جدا برضو، ومعجبينهم، وبسم الله ما شاء الله، يعني المكان جميل جدا. الاجواء التاريخيه للمكان اضفت طابعها على الحفل الذي اشعله في جزئه الثاني الفنان هشام عباس، حيث تفاعل الجمهور معه بشكل كبير منذ بداية صعوده على خشبة المسرح، حيث قدم مجموعة من أجمل أغنياته، واستعاد الجمهور معه ذكريات التسعينات. أنا بحييكم تحية كبيرة جدا جدا. مهرجان القلعة من أحلى المهرجانات اللي أنا بشوفها، بقابل فيها الشعب المصري، وبقابل فيها أصحابي، وبقابل فيها ناس كتير قوي قوي من مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات والبيئات وكل حاجة يعني، فالموضوع ده بيبقى حاجة جميلة جدا بالنسبة لي ومؤثر جدا، وبشجع كل أصحابي وزمايلي اللي بيشتغلوا في الفن إن هم ييجوا مهرجان القلعة. لا الأجواء جميلة بصراحة، وأنا أول مرة بصراحة أحضر حفلة وعجبتني. لا الأجواء جميلة وعجبتني، كانت تجربة حلوة، وكان يعني أنا جيت باجي هنا كل سنة من المهرجان 29، فحبيت قوي المكان والاجواء حلوه جدا. حفله النهارده جميله، وسيمون مبدعه بصراحه. طبعا انا يمكن اول مره احضر حفله لايف لسيمون، بس بجد اثبتت فعلا عن جيل الثمانينات والتسعينات ان هي فعلا جديره، ان هي فعلا تفضل مستمره ومتالقه. انا شايف جمال وشايف حاجه روعه قدام مني. مهرجان محكى القلعة يستمر على مدار 14 ليلة طربية وغنائية، تضم مجموعة متنوعة من ألوان الغناء العربي من مختلف الدول العربية، ليعكس قوة مصر الثقافية والفنية في عالمها العربي والإقليمي.